صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم واحد لسنة 2023 وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين في مكتب رئيس مجلس الوزراء كل من الدكتور عارف عبد الرحمن علي الحمادي مديرا عاما لمكتب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم. السيد عبد الله علي سعد الدوسري مديرا تنفيذيا للشؤون الاداريه والماليه السيد مشعل عادل يوسف العياضي مديرا تنفيذيا لمكتب الممثل الخاص